خل الشهيد بتخطوه خل التحية لخطوه خل الشهيد بدموه خل التحية لخطوه خل التحية لخطوه يا من الشهيد بأمر الله كل الأصغر بأمر الله إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله الحمد لله قلبي دين بقرا قران بكتب الحمد لله انا اولادك يما امبارح اجي خمس اسبوع هذاك اليوم بقول بقرا له قران وعيط بقرا له قران والله شايفته روح مني بس برضه ربنا هيك بنحمد الصبر وبصير ان شاء الله من حظه نصيبه والله تمشي للمصحف مرتين والله بالعربي حدا كمان كل الايام بالعنايه لما طلعوا ردت خدمه كل الايام ما ضيعوا ويجي اقرا له قران بحب القران ويكون ناس عايشين بقراءه القران ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك والله حبيبي والله بحب القران ربنا يتقبله يا خالتي يا رب الله يرحمه يا رب حبيبي حبيبي ايدين الطاهره يا امه الشريفه يا امه حبيبي ايدين الطاهره الشريفه حبيبي عند الله هو بده والله شهيد نيابه هو اللي بده والله وحياه الله من اخذ روحه وحياتك يا رب وحياة الله وبحمد عندي ما بزل عليكم بما يتصاوب بأسبوع لو بحكي لك تعرفي لما بدنا نجوزك بمزح معه لو بقول لي سيبيكي من هالدواوين يشهد الله علي رب شهيد عهد الحكي اللي بتحكيه لو بحكي لي لا المشوار الأحلى مشوار بدي أروحه من مستشفى رفيدة للحج نمر هيك الواحد بنطق هاي الزفة اللي بدي إياها لكم يشهد الله علي إنه حكالي إياها من تم قال لي أنا قلبي مع الله ونيتي مع الله والله والله ياك هالمدة ما بس إنه حكالي إياها قال لي أحلى مشوار من مستشفى رفيدة للحج نمر وبس والله الحمد لله محبوب محبوب بيأذيش حدا قولي حبيبي والله ما بيأذي احد محبوب الاولاد الصغار بيسالوني يعني بقول لهم بدي اروح هي روح ابو حمد تروح هي بدي اروح تروح بكره ما اروح روح لهم اياه ابو حمد خلص روح انتهى انتهى المشوار حبيبي انتهى المشوار يا جبار بس تعطوني مجال شوي يا جماعة مش أنا بدك سعدي وينك تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر ولا اله الا الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله الف تحية لأمه خلاص يا باشا
تفضلون. شباب العبود انا استشاري المقوه انا بدنا نجيبه معنا هنا نجيبه معنا رحمي الله ربك والله برحمته يا رب بس الله يرحمه عريس والله قلت بتمناها يا الله يقويك ايش هيك
يا شباب بصوت واحد، ويا ابو الشاهد يا مغوار، يا ابو الشاهد يا مغوار، يا ابو الشاهد يا مغوار، يا ابو الشاهد يا مغوار، دربا تقتل عثوار، دربا تقتل عثوار، يا ابو حمدي يا مجروح، دمك هادر ما بيروح، دمك هادر ما بيروح، يا شاهد وما بننساك، وانت تدويل اللي وراك، يا ابو حمدي جود وجود، 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 يا بن عارين الاسود، يا بن عارين الاسود، يا نابل سيلاكينا، جبنا الشاهد ويجينا، يا نابل سيلاكينا، جبنا ابو حمدي ويجينا، والله حبيبي تحكي لي الجميع يا أجمع، حدا حكي في البلد، والله جميع الشباب، والله وصلت من الرسالة، حبيبي مسامين كلهم، والله وصلت من الرسالة واجوهم جميعنا، معكم كلكم معروف، من الرسالة واجوهم جميعنا، 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 رام الله على الناها، ابو حمدي نجم بسماها، ويا ابو حمدي ولا تعبس، يا ابو حمدي ولا تعبس، يا ابو حمدي ولا تعبس، يا ابو حمدي ولا تعبس، بدك عسكر من البس، بدك عسكر من البس، يا ابو حمدي ولا تهتم، 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 شبابك شري بالدم، شبابك شري بالدم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، دي كرسي ايش؟ نعم.
ما
بالدم لبيك يا شهيد، بالروح بالدم لبيك يا شهيد.
الله أكبر
الحم روح الشيشاني يا جميل العموري جبنا لك ورد الدوري يا ابو حمدي يا مغوار يا اسد جبل النار يا ابو حمدي يا مجروح دمك هادر ما بيروح دم الشاهد نيالك على كل الناس
إذن متابعينا الكرام، كنا معكم قبل لحظات من داخل المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، حيث الإعلان عن ارتقاء الشهيد المصاب محمد حرز الله بعد إصابته أكثر من 100 يوم. تم الإعلان قبل ساعات عن استشهاده من داخل المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، وكما شاهدنا الآن قاموا الشبان الفلسطينيين بتشييعه وزفته في هذه الأوقات، وقاموا بوضعه داخل سيارة الإسعاف ليتم في هذه اللحظات نقله إلى مستشفى رفيدة في مدينة نابلس، أي مكان نشأته. مش عارف.